احكولي بقى عن الثقافات، احكي لي كده يا نور، انه لما اتعاملتوا مع ثقافات كتيره ومختلفه وشفتي الدمج من بلاد مختلفه وناس مختلفه. هي منافسه مختلفه، يعني انا روحت قبل كده بطولات كتير، بس دي مميزه لان هي مش بس بتركز على الكوره، بتركز على ان احنا ازاي نتعامل مع مختلف. يعني كان في حوالي 22 دوله، فانا قاعده جنبي واحده من الهند مثلا، فيعني ده كان احلى حاجه، وفضلنا على تواصل. يعني الناس اللي انا كلمتها هناك لسه لحد دلوقتي، فانا اتعلمت منهم وقعدت معاهم كتير، ودلوقتي بقينا قريبين قوي من كل اللي عندهم قدرات خاصه، وهم بقوا اصحابنا قوي. فدي كانت احسن حاجه في الموضوع، ان هي احنا بنتبسط وبنعلمهم وبنتعلم احسن اكتر من ان احنا نركز ان احنا نلعب كوره. يعني نور بقى بالمناسبة لعيب كرة محترف يعني، وكمان يعني في المنتخب يعني منتخب السيدات كمان، مش كده؟ ونور عبد الواحد السيد، طبعا الاسم ده هيرن عند حضراتكم حاجة حلوة يعني. كابتن عبد الواحد السيد كل التحية ليه، نور بنته، مش كده؟ بالظبط. انت شايلة يعني ليجند، يعني شايلة تاريخ حلو كده اسمه. لازم تعملي حاجة بنفس المستوى من الشطارة والاحتراف. هفضل يعني بحاول اهو بإذن الله. طيب انا عايزه احكي مع هدى شويه. هدى، انت كنتي الاساس بتاع الفريق، انت والاربعه زمايلك اللي هم الاغلبيه اصلا، مش كده؟ بتحبي لعب الكوره قد ايه؟ احكي لي بقى لك كام سنه بتلعبي كوره؟ سنه. طيب ولما رحتي وتعاملتي مع المنتخب والفرق الكتير، ايه اكتر حاجه عجبتك؟ اللعبه معاهم. اللعبه معاهم؟ ولا كنتي تفضلي تلعبي مع فريقك اللي اصلا انت بتلعبي معاه دايما؟ يعني لما لعبتي مع فاطمه ونور وباقي الزملاء من الفريق احسن، ولا تلعبي مع زمايلك بس اللي فريقك الاساسي؟ مع كله احسن. فاطمه، لا احكي لي، هدى شقيه في الملعب، مشاغبه جدا في الملعب ولا لا؟ لا، ده جايه انها كسره رجلها وعامله عمايل. قولي لي يا فاطمه عن تجربتك مع المنتخب، ولما تمت دعوتك للمشاركه ايه الفكره عجبتك؟ انبسطتي؟ انبسطت جدا عشان كنت معاهم وحبيت ده. وانا دي انا سنه تانيه جامعه حلوان كليه الكوره. شغلت اول كليه جامعه الكوره اول سنه ليا، وشغلت كره قدم اول مدرسه خدتها من كره قدم طبعا كما مع العيال مرمر، وانا اول واحده مواقع معاهم وقعدت اساسي. اول واحده من الدمج تلعبي معاهم. أيوة. يعني لعبتي مع الكليه الاول صح كده؟ ده بتلعب معاهم بس هي اول مدينه هتحصل عليها معانا. طب يعني انت دخلتي فريق الكوره كمان في الكليه. ايه الشطاره دي؟ شكرا. يعني انت متعوده بقى انت تدخلي في اي حاجه. الحمد لله، ما يهمكيش. طيب كابتن نور، عايزه ارجع اسالك تاني، ايه اكتر حاجه اتعلمتيها من بقيه زمايلك اللي معاكي في الدمج من ذوي الاحتياجات الخاصه؟ والله بجد يعني حبيتهم قوي، لان احنا يعني دايما ما بنتعاملش معاهم على نفس، يعني دايما يقولوا هم عندهم قدرات خاصه فليفل المفروض انزل، بس بالعكس انا حسيت ان هم اب تو ليفل اقدر اتعامل. وبالذات حتى هو ده، يعني توتا كانت معايا اصلا في الاوضه. يعني انا شايفه انت عماله تقول اعدلي المدينه. ايوه كده في التسكين، كل واحد معاه. كل حد من اللعيبه الشريك معاه لعيبه من لازم حتى في السكن من قبل ما نسافر المعسكرات. الدمج حتى في الحياه اليوميه، احنا مش بس بنلعب مع بعض ونعمل الدور ونمشي. اتعلمنا كلنا ازاي ننظم يومنا، يعني مثلا اول يوم توصل مثلا مواعيدها كانت مثلا اتاخرنا نص ساعه على التمرين ولا حاجه، بعدين بعد فتره بقيت من اول الناس اللي بتيجي في وقت التمرين. فيعني هو بيتعلموا البيزك ديلي. ايوه الحاجات اللي هي اليوميه دي في المنافسه، فدي كانت احسن حاجه ان هم بيتعلموا الحاجات. انت اتعلمتي ايه؟ هم اكيد شاطرين بيتعلموا، انت اتعلمتي ايه منهم؟ والله من زمايلك بقى، احنا بنتعلم من بعض. عندي حاجه معينه، خفه الدم مثلا مثلا صح، مش دمهم خفيف وسكر كلهم؟ يعني قعدنا نهزر كتير قوي. طيب.